وقعنا على الكاميرا يا جماعة، كنا وقعنا على الكاميرا، وكان مين اللي شمت فيي؟ ما أنا محسوبكن هون ورشة ملح. من عنده ربنا لا بيصطفل. كنت عم بتسائل حسبي، وقعتي انت على راسك ديريكت. بتوعي؟ لا انت حكي ماشي، بس عبالي اقري لك الكومنتس اللي عم يحكوه اللي عم يقولون على سؤالي على غفوتك. خلص شايف نحن على الهواء. ايه طيب يلا لكن ينعاد على جميع بالصحة والعافية. اليوم عندنا وصفتين حلوين، من هالوصفتين ممكن تاخذوا كمان كثير من الأفكار. الوصفة الأولى جبنا من الكوسة حفرناهم هيك بقلبهم، أوكي، وجينا حشيناهم جبنة. كيف حشيناهم كيف حفرناهم هلا بنحكي على الموضوع، بس خلينا نفوتهم على الفرن شوي صغيرة حتى يصيروا عندنا جاهزين طبعا. بعد شوي طلعوا شو حلوين شكلهم، شفتي؟ يلا على السريع فيكي؟ يلا يا شادي على السريع لأنه خلص ويلا رجعي لعندكم بعد شوي. يلا. شو صار وشو عملنا؟ قد ايه وقت؟ بعد عملنا شي خمس دقائق هون. هون بدهم دقيقة دقيقتين لأنه الجبنة لازم تتقدم تكون فاترة، الكوسية مسلوقة ناجية مسلوقة بطريقة جميلة. هلا كمان بنحكي عن هذا الموضوع، فما بدنا بس إنه تدوب شوي صغيرة الجبنة على الوجه، وبعدين بنزينهم بالزيتون مع الحر مع اللي بدنا إياه، بنحطهم بقلب الصحن. اللي بدي أقول شغلة، أنا لما باخذ أنا بجيب كوسية وبقصها بالنص، بعمل لها بيز، بعمل لها قاعدة، بجي أنا بحفرها عندي هالملعقة الصغيرة، بحفرها بهالطريقة تطلعي ها. لكن ما أحيانا قد ما بدي هيك فيني كمان دخل الملعقة للداخل وشيل قد ما بدي من كمان. بتعرف بس هو طيب كمان يبقى بقلبها شوي ما هني ضل بالكعب شوي صغير. شو بعمل؟ بسلقهم شوي صغير دقيقة دقيقتين بالمي، وبعدين بيجي بحط له نقطة زيت بقلب كمان المقلي. بس من بعد ما اسلقهم تحافظ على لونهم الحلو، بشيلهم من المي المغلية على المي المسقعة. دغري هيك بيجمدوا، ما عاد بكفوا كمان الطبخ تبعولهم. مش غلط. بعدين بصفيهم مظبوط، بقليهم هيك نقط مع نقطة زيت، وبحطهم بعدين بقلب كمان الصينية وبحشيهم. هذا جميل. شو هي الحشوة؟ نعم. أجل. نعم. نعم. أوكي طلعي هون. إيه؟ الحشوة أنواع من الجبنة، جبنة مسنطرية، جبنة رومي، جبنة كمان تشيدر إذا بدك، جبنة روكفور بقلبها في أكثر من 500,000 كيلو. لا بس إنه يعني فيك تحطي أي نوع من الجبنة مع زيتون مفروم، حار مفروم، جزر، سوموفي مي، كافيار، اللي بدك إياه كحشوة من دون أي مشكلة. حطيتهم بالساك أبوش بعدين وليكي شو بصير ها؟ بس تحشيهم طلعي شو حلوين. يا لطيف شو قوية. واو. وساعتها من بعد نحن ما نحشيهم بهالطريقة، فينا ناخذ أي نوع من الجبنة. أنا عندي هذه الجبنة بالانجليزي بيقولوا لها سموكت، جاي من فعل سمكه. اوكي طلعي هون كيف نقطعها هيك شوي صغيره، بنجي بنحطهم على راسه نتفه صغيره هيك، بيعطونا طعمه كمان كثير جميله، بدوبوا بس يدوبوا بيطلعوا لبرا. هلا بتشوفي كيف هون تعلمنا كمان كيف بنعمل، مسكيها بايدك هيك وفيك تاكليها لانها نيه. طيب بعد ذلك بهالطريقه هيك طلعوا هون شو عملنا. ولعوا تحت كمان هون الغاز. شو بدي فيها طب نيه يا زلمه؟ طيب معقول كريسمس تايم واخبار تعطيني قصص نيين؟ طب هلا احسبيني بابا نويل. بركي يا بابا نويل بيكون اكرم منك انت والكريمون. شو اسمها هيدي الافنديه اللي بعثت لي اياها لتحت هيدي كمان؟ كل واحد بيستاهل. وبعدين سمعت شغله انا بدي اخبركم بس تاشكيكم شكي لالكم. قال شو راح قال له لسامر، كنا بالتصوير بالزلقه، اشتري لها ساندويش فلافل اوكي واعطيها اياه على الهوا. ليه؟ لحتى يقولوا انه انا ما بوقف اكل حتى بالزلقه. احنا على الهوا صباح الخير. اوكي ما تنامي بس يكون في عالم. هلا قد كثير مبسوط بقعدتي معه. ليكي كيف الوضع جوا؟ خلينا نشوف هون. بدي خبرك خبرية عن جد، شو جابوا لك على العيد؟ جابوا لك اهلك على العيد؟ ما راح اقول لك. بشرف يجيب لك بابا نويل. ما بدي مشان ما تغار مني. انا جبت لي المدام صندوق سيجار. اول مره بحس حالي عندي قيمه. ليه بتدخن سيجار انت؟ لا لا بس حسيت حطيت السيجار بتمي يا معلمتي، فتحت هالبراد عرفت عليها كيف؟ براد شي 5 سم ب 3 سم عرفت عليها كيف؟ بكل مقسم فريزر حلو بقلبه كذا مليان سيجار. برافو. كم مليان سيجار لمده 5 دقائق اختفي السيجارات. يعني انا فتحت الكادو هيك راحوا السيجارات، هون السيجارات حقهم مصريات. اوكي ميرسي كثير كمان على كل الهدايا عن جد، ميرسي وميرسي لاولادنا اللي خلوا هالعيد كمان يكونوا مشعشع بعد اكثر واكثر. ليك القريتسات الحلوين شو صار فيهم؟ جبنا القريتسات، خلوني بس اشرح شغله لازم مهمه كثير. نو 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 ليك بدنا نعمل شغله مهمه كثير. تفضل. شو هيدا؟ ريديس. شو اسمه؟ ريديس. بيقولوا له جامبو.
جامبو عزمبو، اوكي؟ طلع كيف. هلا هيدا الاريدس هون بدنا نشرح شغله. في بقلبه كم اسواره؟ صحتين. على قلبك. اوكي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. ست أساوي. أساوي أو أساوي. ست أنالي أو ست مثلا خواتم. أوكي؟ أوكي. شو بكي؟ معك أنا. إيه خواتم. هلا إذا بدنا الراس يضل معلق وكمان الدنب ضل معلق شو بعمل؟ بمسك أنا هذا الخاتم بإيدي هون بعس عليه وبجي بفتح هون طلع كيف هون بأشر بدي أشر لقريتسي بهالطريقة حتى يصير سهل علي إنه أنا آكلها هون. ليك شفتي؟ أخذنا اثنين. سهل علي انا بس اكلها دغري بينسحب الجنب او قصدي الدانب تبعولها صح. وهون بمسك كمان بعس على على الدانب عسا. اوكي طلعي كمان هون ببرم بهالطريقه هيك. خليكي معي شفتي. وبشيل كمان الاثنين التانيين يا شيف شادي. واو صار هلا ليكي عندي وحده معلقه على الراس ووحده معلقه على الدانب. انا كنت حب الريديس. اوكي طلع شو حلوين بيعقد بجنن. طلع كمان شخص شباب. طلع هلا هون شو بنعمل هون منشيل اذا بدنا ولازم لانه حبه كبيره بتكون تحتوي على رمل كتير معلش منشيل احنا كمان الرمل منها. طلع كيف هون وهذا الرمل منشيله ومنحطه على جنب كمان وخلص صارت عنا اياها. اوكي متعقد بتجنن. فينا كمان نسلقها ونكلها مع اي صوص من الكوكتيل. اوكي بعد طيب شوي صغير شوف اوكي طيب هلا شو بصير نجي بدنا نعملها نقعه يا لطيف. طيب. نقع عليكي طلعي هون ها لك وين بلشي يلا اوكي صلصة شو المحار اللي هي الاويستر صوص بنحط منها مرقه حلو مش غلط برافو. زيت السمسم لكونه اللي هو سيزامي اويل يعني عليك زيتون كمان لكونه هون حطينا كل شيء بقلبها نقع زنجبيل طازج كمان مكتوبين كمان المقادير قدامنا بعد شوي صغيره فيكم تكتبون وتفرمون كلهم مع بعضهم مع زنجبيل وتيجي تحطوهم مع وين على القريتسي وبرش ليمون وعصير ليمون يا عيني عليكم صار وفلفل وملح بهار ليكم شو صار هلا من بعد ما نعمل هيك اللي بيصير انه احنا ما نشوي كل وحده لوحدها ونتعب وممكن كمان ما نجي بدنا نقلبها نقلب كل وحده بنجي بناخذ سيخ شوي صغيره او سبيرينو طلع كيف بنعمل هون طلع كيف ايوه بنروح على الراس وها هيدي صارت وحده بناخذ الثانيه كمان بنحط اثنين بكل واحد طلع كمان حرام كيف على هون التعنيف. طلع كيف هون ها وهيدي كمان وهي تاني. أي وهون فينا نشويهم واذا كان كمان عندنا السيخ اطول فينا نحط اربعه خمسه سته سبعه اوكي بقلب نفس السيخ بصير هيك بنشويهم وبنقلبهم مثل العاده. شو بنعمل؟ فينا نعملهم بقلب المقلي، فينا نعملهم على الجمر، فينا نعملهم بالفرن، فينا نعملهم بس افضل شغله احبائي اذا عملتوهم اليوم او كنتوا تعملوهم بكره نقعون بنقعد كمان صلصه المحار. بس اذا ما عندكم صلصه المحار حطوا صويا، ما عندكم لا صويا ولا محار اوكي فينا نستعمل دبس الرمان. ما عندنا صويا ولا محار ولا دبس الرمان نستعمل كمان عصير الليمون. ما عندنا عصير الليمون وما عندنا كذا 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 شو بنعمل ناكل سباجيتي صوص طماطم. اوكي ما بعد لك ان احنا ما عملنا هيك وشوينا وعملنا وطلعنا ونزلنا بنشويون استغفر الله نشويون نعم. لك وين اني هونيك هونيك يلا برافو يا سلام على شيف شادي هون بس يعمل هيك شغلات شوفنا يا سلام بنشيل هون بنشيل بسرعه برايي انه هدول انا ابدا مش مضطره اني اكلهم محروقين لانه راح اكلهم بالنهايه يلا جاي لعنك احترقوا لا يلا اتأمروا. بس على شو تحمروا اتأمروا شاف يا شادي تعالوا هون شيل بهالطريقه طلعوا جمالهم ايوه انا هيدا حديث بقى حلو بهالطريقه هيك يا سلام هيدا هو الحديث الصح وهلا كمان الحلو وين انا بدي ارجع احط كفوف كمان تانيين وراهم طلعي هون شو راح يصير يا عيني يا عيني خليكم معي على الاخر لانه هون بدها تصير شغله تنشر الكفوف طيب لكن بنرجع بنقول انه الكوسيه اللي نحن حاشينا هالخليط من الجبنه استعملنا جبنه الفتة كلنا بنعرف جبنه الفتة اوكي واستعملنا كمان الجبنه كمان الرومي سميناه كلنا بنعرف كمان جبنه الرومي خلطناهم مع بعضهم وبينعجنوا مع بعضهم يا رولا بس انعجنوا مع بعضهم ضفنا لهم من الزيتون ضفنا لهم كمان من الجزر كله مفروم بقلبهم عم بحكي جد ودقية جي ملعقه ودقي بجيب عم تتحداني؟ لا بس عم اقول لك دوق الحشوه قديش طيبه بهالطريقه الجميله جدا عن جد طيبه كثير دقية لا عم هلا ما تبلشي هلا لا عم بحكي لك قول الحقيقه قولوا كثير طيبه يا مش معقول كذابه اي لاف ات ان شاء الله بال 2015 اوكي بدك بعد؟ اتعقد فناصة بضربك على لا عن جد كثير طيبه ليك والدليل ها؟ اي حركه سيبك تجري على وجهك
طلعي كمان هون شو حلوين، طلعي طلعي كمان شو حلوين بهالطريقه هيك. اوكي خديهم معك على البيت اذا حبيت. ما فيكي تحكي ولا كلمه. طلعوا كمان شو حلوين، طلعوا كمان هون، فينا نقدمهم بهالطريقه هيدي كمان. هيك كانت، هيك كانت، هيك صارت. اوكي طلعي كمان هون، واو بالطريقه الجميله رح نقدمهم هالكوسه. واو يا شادي، ليك هيدي شو مهضومه الميني، هي مقدومه دوقيها اعطيني اياها. اوكي طيب انا هلا هون يا شيف شادي هون، طلعوا 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 شو رح يصير عندي كمان هالبابريكا. عم نعمل الصحن، اكيد الصحن مش لشخص واحد هيدا، عم نعمل الصحن نحطه ب على نص الطاوله. من الكوسه اللي محشيه كمان انواع من الجبنه بطريقه كمان جميله جدا جدا. وهون كمان يلا يا شهد مسح ايدينا مزبوط ويلا. هلا شو كيف الوضع؟ اي لاف ات. اوكي لكن حشوه الجبنه اللي عملناها، اي حشوه جبنه، اي نوع من الجبنه عندكم، البري عندكم، الكامنبرت عندكم، اي نوع من الجبنه، مهم يكون في جبنه بتعجن، يعني قابله للعجن او قابله كمان للدهن. بهالطريقه كمان فيكم كمان تاكلوها بطريقه جميله. املكم شوي. واو طلع كمان هون شو عم بعمل الشيف شادي، صحن هيك ميلادي بامتياز فيكم كمان. شيف نعم. ماما بتحط لها كريم فيش. امك؟ ايه بتحط لحمه مفرومه بقلبها. لشو لها خاصه؟ وجبنه وبتحط لها كريم فريش. عن جد كثير طيبه. قصدك انت بتاكلي بالبيت بعدك؟ طبعا. بتستقبلك امك بعدها؟ نعم. طب انت بس تروحي على طرابلس بيستقبلوكي بطرابلس؟ باخذ لها غسيلاتي كمان. بغسلوا لك ثيابك بطرابلس. طيب ليك هون شو حلو، ايه شو بتحط لماما؟ قولي لي. كريم فريش، جبنه. اوكي واو. لحمه مفرومه بقلبها مع بصل. انا هون كمان وترش عليها جبنه كثير بحبها. كمان هيك. واو. طلع هون شو صار. اما بالنسبه للقريدسات المشويين، يا سلام على القريدس المشوي بهالطريقه الجميله، شفتي؟ شويناهم من كل الميلات مقشرين بعقده بجننوا، بنجي لهون وبنبلش قدمهم بهالطبق الحلو، طلعوا كمان كيف؟ والحشوه، هلا اول شيء بدي احكي شوي صغيره على النقعه، لانه في كثير من الاشخاص يلي بيتساءلوا او بيسالوني دائما، شيف شادي شو فينا ننقع القريدس؟ لانه القريدسات اللي بنعملهم يا شيف شادي بس نشويهم بيقسوا. هيدي بتصير كثير كسؤال. بدي اقول شغله هلا بدي احكيها، بس خليني اخلص هذا الصحن بس هيك بهالطريقه الجميله. وقفوا شوي صغيره، كان في عندي شغله هون انا بدي احطها. ايه طن طن. اول شغله، اول شغله الفواكه المجففه لشو؟ ها الفواكه المجففه كان فيني حطهم بقلب الخلطه الجبنه اللي انت اكلتيها هلا. انت علي كيف؟ برافو. يعني فينا نعملهم كمان حطيتهم قدامنا مشان كمان ناخذ افكار. طلع الصحن كيف، وهذا هو صحننا لليوم بطريقه كمان جميله جدا. بدي اقول شغله، بس بدنا نشوي قريدس، بنبلش بالنصائح هلا انا وياكي. نعم بس بدك تشوي قريدس. قريدس ما بنجيب القريدسات مسلوقين قبل، يعني اذا بنروح بنشتري القريدسات يلي بيكونوا مفرزين وبيكونوا مقشرين، هودي بيكونوا مسلوقين 60-70% قبل. بجي انا بشويهم او بنقعهم، بس اجي اكلهم بلاقيهم كثير قاسيين. نشتري القريدسات يكونوا نيين، في منهم علب بيجي القريدس ني، او بشتري فريش، الفريش اكيد بيكون ني. شو بيصير ساعتها؟ بجي انا بنقعهم هني ونيين وبشويهم، وما بشويهم كثير. ماكسيموم هون بدهم 5 دقائق لانهم كبار، والا 3 دقائق. كل شيء او كل الوقت، او اذا كان الوقت زاد عن حده ببلشوا ينشفوا وبيقسوا عنا. نقعات، هيدي النقعة هي نقعة أساسية بامتياز، بس نشتغل بعصير الحامض، بس نشتغل كمان نحط شوية صغيرة زنجبيل بقلبها، أو صلصة كمان الأويستر. محل الأويستر بدلي وحطي شو ما بدك من دون أي مشكلة. مثلا شراب الرمان. يعني حصرم قصدك؟ يعني في الحصرم قصدك؟ ولا شراب الرمان؟ فرلام. شراب الرمان؟ شراب الشمبل كثير طيب. بشرفك عن جد؟ رائع. شمام شمام. شمام. بتحطوا شراب الشمام ما عاد فيكم تاكلوا القريدسات، ما بيطلعوا طيبين، اوكي؟ فنحن هون عن جد لازم دائما يكون او عندنا دبس الرمان، او عندنا صلصه المحار، او عندنا الصويا صوص، او عندنا الخل، او عندنا عصير الليمون. بلش الليمون كثير حلو، الزنجبيل بيعطيهم طعمه بالعقد بتجنن، وهذا طبق كمان فيكم تعملوه كمان على عيد راس السنه وكمان على عيد الميلاد. بدي ارجع بس اذكركم بشغله، هالحشوه الطيبه فيك تدوقيها ترجع عن جديد. خلص ذقتها كثير. وشرفك. والله العظيم. طيب بتعرفي انت هلا؟ نعم. نحن امبارح كان عيد. صح. وانا عندي بالبيت بقي كثير من الاشياء على الطاولة. ويوه. عن جد أجبين قلبين، بقي شوية قريدس كمان على الطاولة امبارح، السمو فينا كله هيدا نجي نفرمه. وهيدا كمان عملنا حملة طويلة عريضة مع كمان البنك الغذائي اللبناني مشان تحدي الجوع، فنحن كمان فينا هودي كلهم نفرمون
بقلب الفرامي مع بعضهم يا مدام، ونجي نعمل لهم حشوه لاي نوع من الخضار ونقدمهم بطريقه جميله جدا مثل ما عمل شادي ورولا بقسماتي لليوم. ميرسي رولا، انا فل على البيت، يعطيك العافيه. وبس تجي خبريني حتى ما اجي. ما تجي اذا الله راد. خلص ليك انا جاي كل الاسبوع مشان انا ارتاح وانت ترتاح والمشاهدين يرتاحوا. يا رب ينعاد عليك شيف. ميري كريسماس، حياه حلوه. اوكي ان شاء الله تكونوا انبسطتوا اليوم معنا بعالم الصباح. بكره عالم صباح جديد اكيد كمان انطرونا، وبرجع بعيدكم بعيد الكل واسره عالم الصباح كمان ان شاء الله. بنعاد عليكم بالصحه العافيه والمحبه والخير، وباي باي.